سيف، هو انت مش ايه بتهزم يا عم، الكلمات ليه؟ خلاص نسيت لا سيف يا واحنا عم مش الضم هنضمك. خدك مني يا يا عم عم، انت انت مختفي مختفي خلاص، فين؟ راح خلاص خلاص شكلك شكلك كده كده مش راجع راجع لي. صحباتي شاكو ماكو، اهلا بيكم في يوم جديد ومغامره جديده. عارف عارف اكيد بتسالوا نفسكم، طيب يا خاين عميل فينك بقالك 9 شهور جاي تفتكرنا دلوقتي؟ خلينا نرجع مع بعض كده لشهر 5 السنه اللي فاتت. الصراحه على اخر السنه ونص الاجازه اللي خدتهم من الطب والنجاح الفوق الهائل اللي انا قدرت احققه في فتره سفري للعراق وكام بلد تانيه، بدات اتساءل طب وبعدين؟ هل الست سنين اللي درستهم راحوا على الفاضي؟ هل هفضل اخلي حياتي كلها معتمده على اليوتيوب؟ معقوله اخلي حياتي معتمده على قناه في يوم بتجيب 500,000 مشاهده وبعدين بكام اسبوع ما تكملش حتى ال 10,000 مشاهده؟ هل انا شخص بيبقى ادائي احسن لما اكون تحت سيستم وروتين، ولا لما بيكون عندي حريه ان انا اصحى وقت ما انا عايز وانام وقت ما انا عايز؟ عارف اكيد فهمت وجهه نظري. فالمهم كنت خلاص وصلت لمرحله من التوهان، قلت خلاص لازم ارجع في السكه الطبيه من اي باب. ساعتها رحت حاجز طياره على اوروبا، بالتحديد المانيا، عند صاحبي احمد خطاب، وقعدت ادرس شويه الماني. وما اضحكش عليكم، مع اني اتعرفت على ناس كتيره في المانيا الا اني ما لقيتش نفسي هناك، وزهقت زهق غير طبيعي. فساعتها قلت خليني ارجع تشيك واقعد مع اخويا شويه وبالمره اغير جو واشوف صحابي. ساعتها اللي حصل اني كنت في يوم في تمرين سكواش لما جاء دكتور مصري وعرفني على حد من زمايله مدير قسم المسالك البوليه في مستشفى، وقال لي دول بيدوروا على دكتور صغير يعينوه عنده. ما اضحكش عليكم، كان تخصص عمري ما فكرت في يوم اني اخشه تماما، وكان نظرتي ليه كله عباره عن شويه بيبي. المهم قلت يلا نجرب، وخلال شويه ايام اعجبت جدا بالتيم وبالتخصص وبكم التكنولوجيا المستخدمه فيه. تحسوا نص الوقت ان انتوا بتلعبوا جيم بلاي ستيشن. عارف ان انا محسسكم ان احنا في برنامج جريز اناتومي، ولكن خليكم معايا يا جماعه. المهم الفيديو بتاع النهارده مش في تفاصيل التخصص، هخليه الفيديو تاني، ولكن زي ما تقولوا كده ابديت سريع عن اخر سنه وايه اللي كنت بعمله معظم الوقت. خليني احكي لكم اخر سنه يوم الطبيعي بيبقى شكله عامل ازاي. مبدئيا كده بصحى الساعه 5 الفجر، اصلي، اخش على الدش، اشرب لي كوبايه القهوه الجميله. لا 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 بهرج. بص حياتي مقسومه نصين، او خلينا نقول ربع بيبقى ال 5 ام كلب لما بنام بدري من كتر التعب، واصحى 5 الصبح وابدا يومي بنشاط وصلاه وشويه موسيقى واروح الشغل بمزاج. والجزء الثاني واللي هو 75% من الوقت لما بصحى متصربع على الشغل ويا دوبك الحق اخد لي دشي الصباحي، واللي هو مهما صحيت متاخر لازم اغلب. ومع اني عشت في اوروبا اكتر من نص عمري الا ان الجين المصري ما شاء الله مكتسح، والمقصود بكده اني مهما صحيت بدري او متاخر لازم اوصل الشغل، يا بالظبط دقيقه او دقيقتين متاخر يا ساعتين ثلاثه متاخر، للاسف مفيش اوبشن وسطي. اكيد هتسالوني طب انت يا سيف دورك ايه في المستشفى؟ بما ان دي سنين التخصص بتاعتي فانا اعتبر المين سيرجيكال اسيستنت، او خلينا نقول الجوكر زي ما تقول. ده معناه ان في كل العمليات انا ببقى الجراح التاني اللي بيساعد الجراح الرئيسي، وساعات كل فين وفين بيخلوني اعمل عمليه كامله بنفسي، يعني معظم الوقت بقضي يومي في اوضه العمليات، واللي الصراحه ساعات بيوجع ظهري جامد. نبدا اسبوعنا على العملي في الغرفه اللي هنا بيسموها شاتنا، او اللي هي تعتبر زي ما تقولوا كده تشينجينج روم. نيجي نسيب اللبس الابيض بتاعنا اللي بنمشي بيه حوالين المستشفى هنا، وانسى ان احنا عدينا الخط الاصفر ده، بنلبس اللبس زي ما تقولوا كده الستيرايل، وكل واحد له بوت هنا بحيث ان لما نخش اوضه العمليات ما نستخدمش الجزم العاديه اللي بنمشي بيها حوالين المستشفى، بل تكون زي ما تقولوا كده جزم برضو ستيرايل. نغير سريعا ونخش على غرفه العمليات لاول عمليه في الاسبوع. بصوا انا شخصيا ما حبيتش ستايل البوتس القديم ده، فقررت ان انا استخدم الكروكس بتوعي يعني، ولكن شغالين فحاجه حلوه برضو، اقدر اخش بيهم غرفه العمليات. وانسى ان انتوا قلعتوا لبسكم الابيض هناك وعديتوا الخط الاصفر، دلوقتي تقدروا تختاروا بقى اللبس اللي انتوا عايزينه، ممكن الازرق او الاخضر وبالاحجام، يعني ده الحجم الصغير المتوسط والكبير. اول ما اخش اوضه العمليات ناخد الطاقيه الجميله دي، طاقيه الدش بسميها لان انا شعري كبير فما بعرفش احط اللي هي العاديه دي، فبضطر احط بتاعه الدش، ومعاها طبعا لازم نحط الماسك ونظبط شعرنا في المرايه الحبيبه. وكده بقيت اوفيشلي شبه تشي جيفارا. وكده احنا في غرفه الانتظار اللي هي بين العمليات بنقعد فيها نتشيل كده زي ما تقولوا. احلى حاجه لما يسيبوا لنا اكل بقى وتفاح وحاجات جميله برضه. الغرفه دي مليانه مفاجات دايما، بالذات فتره الكريسماس تلاقوهم هنا بقى سايبين شوكولاتات والحاجات دي كلها. وده فيو خفيف كده من المستشفى، طبعا في الصيف احلى بكتير، ولكن في الشتاء برضه زي ما تقولوا كده بيفتح النفس سنه. مشكلتي الاكبر بقى بعد ما اطلع من العمليات هي شعري، يعني من كتر ما بكون لابس الطاقيه دي بالساعات شعري بيطلع في الاخر شكله عامل كده، فبتبقى حاجه تعر شويه. واحلى حاجه بقى لما يكون
زي ما تقولوا كده يوم قصير. النهارده بدانا شغل الساعه 7:30 وخلصنا عمليات بدري، فخلصنا الساعه 2 دلوقتي، الساعه 2:30 حوالي الظهر، فقدامي يوم طويل ولكن تعبان شويه طبعا بما اني صاحي بدري، ولكن حلو حلو ان الواحد يحس ان اليوم قدامه طويل لسه بعد الشغل. ولكن من كلام صحابي تانيين عايشين في امريكا مثلا او انجلترا، خلاص هو بيخلص شغل بيكون متدمر تماما وما عندوش فرصه ان هو يعمل حاجات تانية. فعجبني جدا في تشيك موضوع زي ما تقولوا كده الـ Work Life Balance. واحنا داخلين وطالعين من الشغل لازم بنيجي عند المكنة دي، ده الدخول وهنا الخروج، واروح حاطط البصمة بتاعتي، بيروح موريني اسمي واروح طالع، فبيسجل بقى انا بقالي كام ساعة في الشغل وهكذا. وبقيت الوقت ببقى في العيادة او بكون بسجل العيانين اللي هيعملوا عمليات على السيستم، وبكتب تفاصيلهم والادوية اللي هياخدوها فترة قعودهم في المستشفى وهكذا. وكل يوم على الساعة 10 تقريبا كده بيبدأ يوصل بقى العيانين بتوع العمليات بتوع بكرة، فبروح اجيب الفايلز بتاعتهم من الديبارتمنت واروح جايبها اوضة العمليات، بحيث ان انا زي ما تقولوا كده بين العمليات املأ الفايلز بتاعت العيانين بتوع بكرة. هتسألوني طب يا سيف الفايلز دي عبارة عن ايه؟ مبدئيا كده لازم اكتب كل حاجة عن العيان، يعني ابوه مثلا عنده امراض ايه، امه عندها امراض ايه، حد فيهم مات، بياخد ادوية ولا لا، عنده allergies، عنده امراض تانية، هكذا. بنكتب كل الحاجات دي بحيث ان يبقى زي ما تقولوا كده في reference، لو في اي مشكلة نقدر ان احنا نعرف نديله اني ادوية او ما نديلوش اني ادوية. وطبعا مضطر كمان ان انا اكتب اسم العمليه اللي هعملها وهعملها في انهي ناحيه وهل هيبقى فيه مخدر معين، يعني زي ما تقولوا كده احنا والانستيزيولوجيست بنجهز الفايل بتاعه بحيث ان يبقى فيه تفاهم بين الاثنين ديبارتمنتس. لما بكون خلصت الفايل خلاص وكتبت كل حاجه عن العيان، لازم برضو ان انا اشوف العيان عشان اتاكد هل الكلام اللي مكتوب في الورق اللي جاي لنا من دكاتره تانيين صح ولا لا. خليني اديكم اكزامبل سريع. باجي هنا بنايم العيان، اشوف زي ما تقولوا كده مبدئيا هل الجهاز العصبي شغال تمام، فبشيك حتت معينه في الجسم، وبعدين اروح سائل مثلا هل لما بعمل كده بتوجعك او ما بتوجعكش، وبعدين اشوف مثلا رجله ورمه ولا مش ورمه او رجليها ورمه ولا مش ورمه. بما اني شغال في المسالك البوليه حاليا، فساعات الرجاله بضطر ان انا اقول لهم يعملوا كده، وبشيك حاجات معينه، يعني بلاش نخش في التفاصيل دلوقتي، ولكن هي دي زي ما تقولوا كده غرفه الكشف. بعدين بروح جاي هنا فتح السيستم على الكمبيوتر، العيان بيجي يقعد قدامي، بعدين بقعد اسأله صحيح انك بتاخد دواء اسمه تامسولوسين، بتاخده كم مرة في اليوم؟ طب وبتاخده الصبح ولا بتاخده بالليل؟ وهكذا. وقت الراحة بيبقى فيه مشكلة رئيسية، وهي ان نادرا ما بيكون فيه اوضة فاضية من غير زحمة الواحد يريح فيها، فساعات حظي لما بيكون حلو بقعد في اوضة الكشف. ولكن دلوقتي بالتحديد عندنا اللانش بريك، او زي ما تقولوا كده وقت الغداء، فالناس بتنزل تاكل تحت، وانا الصراحة في البريك ما بكونش قادر ان انا اقعد اتكلم تشيكي مع الناس كلها، فبكون عايز اقعد بمزاجي كده في غرفة فاضية، تبقى عادة هي دي الغرفة اللي ما فيهاش اي حد، فباجي يا اما بشتغل شوية على الايباد او بطلع كتابي الجميل واقعد اقرا فيه شويه. هو ده بالظبط اللي هعمله في البريك ده، لان بعد حوالي نص ساعه في عمليات اخرى. بعد الشغل بالذات بعيدا عن شهر رمضان بروح طالع على طول على تمرين السكواش مع مدربي الباكستاني المفضل عزام، اللي هو ممكن تكونوا فاكرينه من فلوجات زمان. بعديها بروح مديها دش جامد وراجع البيت، وبما اني عايش في السكن الطلابي فعلى طول بيبقى في اكشن او حاجه تتعمل، ومشكلتي بقى ان انا بني ادم ليلي، فمع اني بكون تعبان جدا الا اني بسهر برضه، واروح الشغل تاني يوم ندمان، ولما بيجي الويك اند بروح معوض النوم كله بقى، يا اما بروح طالع لي رحله واعوض النوم برضه. وهي دي باختصار حياتي اخر سنه. عارف ان انا اختفيت عنكم فتره طويله، عارف ان انا قعدت فتره ما بعملش فيديوهات، ولكن كان لازم امر بالفتره دي عشان زي ما تقولوا كده الاقي نفسي شويه ونرجع البالانس اللي في حياتنا. فكده اقدر اقول لكم ان بعد 9 شهور في الطب اعتبر الى حد ما لقيت نفسي شويه، وجهز ان انا ابدا ارجع لكم بالفيديوهات. ما اقدرش اوعدكم بستايل معين، هنكون بنعمل ستايل يمين وشمال ونجرب وتشالنجز وسفر وكده، ولكن خليكم معايا لان الفتره دي اعتبر مصدي شويه، ولكن سوا هنرجع. فيا ريت اللي بيتفرج على الفيديو ده وحابب انه يشجعنا ان احنا نرجع اقوى واقوى بالسيف ترافلز جانج، وينشر الفيديو مع حد من صحابه، ويكتب لي في الكومنتس اي افكار حابب ان انا اصورها له الفتره الجايه. كالعادة استنونا بعد كام يوم في فلوج جديدة ومغامرة جديدة. Until then take care، واشوفكم قريبا جدا، اوعدكم مش بعد 9 شهور.